الفرق زعما فما كنمشي كنلقاها في حي المحمدي بالضبط في الطرف الوفا في الحي الحسني فما كدور راسك هكا هكا كتلقى مكتوبه واش هو بوحدو دار مافيا ولا ما فهمناش بغينا كاين حدا المدارس كاين حدا المقاطعات كاين حدا الجوامع ايوا كاين حدا المعامل فما كدور كتلقاها مافيا القزح الصراحه ما فهمتش علاش تيديروها وداك الشيء واش شي مافيا داخل البلاد ولا شي الترا ما عندي حتى فكره عليها ما تنفيقت انا تلقى في الحيوطات تلقى حدا دارنا ديما تلقى ما عندي عليها حتى فكره ما عرفتش تقدر تكون الترا وما عرفتش ما عنديش شي فكره السلام عليكم والخوت وبغيت نعرف انا كنسبغ الدار من برا كنجي الصباح نلقى مكتوبه مافيا القشع هاد مافيا القشع بغيت نعرف شناهي انا كنعاود نسبغ نفيق نلقى مافيا القشع وفما مشيت ماشي عندنا انا كندخل هنا ندخل للمدينه نمشي للمعارف نمشي للسونترا يعني كتلقى المافيا القشع بغيت نعرف انا هاد مافيا القشع علاش واش هاد مافيا القشع داروا لنا غتدخل شي مافيا جديده ولا شي حاجه كاينه ما فهمتش والو انا بغيت نعرف شنو الرساله ديال المافيا القشع لا زعما واش مافيا واش القشع ولا مافيا ولا المافيا كامله قشع واحد ما فهمتش كانت القضيه شحال هذيك يقول لك ان بنادم تندير واحد الرساله كتكتب شي حاجه كاينه هنايا هذا اشارنا ولكن ملي كتفيق مافيا القشع بغيت نعرف انا شنو او وبزاف الانظار بزاف الرسائل كتقول لك بان راه هاد المافيا اللي هو القشع ولا القشع اللي هو المافيا كيعطي لي هذا يدير لي هذا ما فهمتش انا يعطي لي بغي يعطي ولكن علاش كنفيق انا نلقى مافيا القشع بغيتكم تجاوبوني نتوما علاش شنو هي الشرح ديال مافيا القشع واش مافيا كلها سميت القشع ولا القشع هو المافيا اخويا هاد القضيه ديال مافيا القشع اللي تنشوفو مكتوبه الحيوط فين ما مشيتي داخل كازا ولا خارج كازا تلقاها مكتوبه في الحيوط بزاف كاع ما عرفناش هاد القشع هذا واش هو مافيا ديال الغبره ولا مافيا ديال الكره يعني كلشي تيتحدث عليه يعني الا كانت شي احتجاج ما خصوش يكون بهذه الطريقه ديال الحيوطه تيخسروا المنظر العام ديال المدينه وديال الحيوطه وديال سميتو القشع هادشي اللي نقدر نقول لك على فوزي القشع اخويا حنا فين ما درنا كنلقاو هاد مافيا القشع مكتوبه في كاع الحيوطه فين ما دزتي في كاع الدروبه خويا بغينا نعرفوا حنا واش القشع دار شي مافيا جديده ولا بغينا نفهموا اش هاد الشيء هذا القشع راه مافيا نسميو القشع مافيا ما كاينش يكون عنده علاقه بشي مافيا ولا لا القشع كيخدم الرياده المغربيه والحمد لله انا كيبان لي بانه في هذه الفتره اللي فيها كخدا فيها هو الرئاسه راه كان مزيان راه عطى شي حوايج مزيان للرياضه المغربيه